دينار ضربة حديدة براسي بواعش كبراتي من يجي من صفحة واحمل طاق حلي هو انتم ويا ما اتفقتوا كيف طبعا لاقل لأن يصير انفجار راح ابقى اركض لأن جنود الشرايين نانو هنا نفجر فمن رحنا اللي غادي لاقون الامريكان واقفين اجوا يربون عاد الامريكان هم هناك هي مقول ماكينة اجوا يربون عادان هم راح اللي غادي لأن اجوا الشرطة شادون جابوا المستشفى تقريبا الساعة الثانية بعد الظهر قرب نزة أولاد مسلم انفجرت قرب مرأب للسيارات أدى سقوط لشهداء تقريبا 5 أو 6 وجرحى تقريبا 26 أو 25 جريح تقريبا بالضبط تقريبا كلهم جابوهم للمستشفى والشهداء موجودين باللاجات اللي هسه موجودين ما هو تسمع رائع سامي عباس هاي نوعها نوع السيارة داتسون بيكر